السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع قناة المادة سارة عناني. النهاردة معادنا مع Preparatory 1 أي مادة الـ ICT، هناخد Lesson 6. Lesson 6 بعنوان Cloud Computing، ويعتبر في منه حاجات كتير برضو احنا أخدناها في Grade 6، فالدرس مش صعب إن شاء الله، يعني مش هناخد فيه وقت طويل. نعطيكم Lesson 5 و6 و7 كمان هيبقى بالنسبة لكم سهل، وفي حاجات كتير احنا عارفينها وأخدناها قبل كده. الكلاود كومبيوتنج احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ان هو فكرة ان انت بتخزن ملفات اونلاين، وبيكون الغرض من ان انت تخزن ملفات اونلاين دي انت تقدر توصل لها وانت في اي مكان وانت في اي وقت، مش لازم اخد حاجاتي على فلاشة او استخدم نفس اللابتوب كل مرة، ولكن انا بسهولة لما بخزنها اونلاين بقدر اوصل لها خلال الايميل بتاعي وانا في اي مكان. واخدنا برضو ان احنا عندنا اتنين بيقدموا الخدمة ديت، بنسميهم الكلاود سيرفيس بروفايدرز، دول اللي هما الجوجل والمايكروسوفت. فانت لو عملت ايميل على جوجل يعني جيميل، بيبقى عندك حاجة اسمها الجوجل درايف، وده بتخزن عليه ملفات وبيبقى ليك مساحة تخزينية محددة وبتبقى من غير فلوس. وبعد كده لما بتزيد المسافة ديت او لو انت عايز تزودها بتدفع فلوس مقابل الخدمة ديت، وبيحط لك الستورج سبيس اللي انت عايزها. وبرضو زيها بالظبط الون درايف، وانا وريتها لكم لما كنا في جريد 6 ازاي اصلا انت بتدخل على الجوجل درايف وازاي بتقدر ان انت كمان تحمل عليه ملفات. تعالوا نشوف هو السنه دي عايز يضيف ليه. بيقول الكلاود كومبيوتنج از ا موديل فور بروفايدنج ديجيتال سيرفيسز اوفر ذا انترنت. بروفايدنج ديجيتال سيرفيسز اوفر ذا انترنت، يبقى هو بيقدم لي خدمات على الانترنت. النهارده موضوع مش هيقتصر بس على الاستورج، هنشوف كمان هو ممكن يستخدم في ايه تاني. اول حاجه بيقول لي زي الكلاود ستورج سيرفيس، ودي اللي احنا اخدناها قبل كده، انت تقدر تعمل ستور للفايلز والفولدرز اوفر ذا انترنت. طيب تاني حاجه كمان هنعرفها النهارده، السوفت وير سيرفيسز او الابلكيشنز اوفر ذا انترنت، از ميكينج سوفت وير افيلبل اوفر ذا انترنت. كل الابلكيشنز وكل البرامج اللي انت بتستخدمها اونلاين ديت هي مبنيه على الكلاود كومبيوتنج، لان لو مفيش كلاود كومبيوتنج ما كنتش تقدر تلعب جيمز اونلاين، ما كنتش تقدر تشتغل مثلا على الجوجل دوكومنتس، ما كنتش تقدر تشتغل على المايكروسوفت اوفيس 365. كل الحاجات دي تعتبر سوفت وير سيرفيسز، خدمات علشان تشتغل لازم تكون انت موجود اونلاين، لازم يكون في انترنت، هي بالتالي هي مبنيه على الكلاود كومبيوتنج. خدمات بتخزن اصلا الفايلز اللي انت بتشتغل عليها كده مع نفسها اونلاين، زي برضو المايكروسوفت 365 او الجوجل دوكومنتس او الجوجل سلايدز. كل الحاجات دي انت لما بتعمل تشتغل على اي ملف هو اوتوماتيك بيخزنه اونلاين. نمبر 3 الالكترونيك ريسورسز ريسورس شيرنج سيرفيس، الشيرنج اند اكستشينج فايلز وذ اذر اوفر ذا انترنت، ان انت بتتبادل الملفات تمام مع اي حد تاني اونلاين. زي حتى كمان فكره الايميل بتبقى مبنيه على الكلاود ستورج، زي لما بنبعت لبعض اي حاجه على الواتس او على الانستجرام او على التليجرام، كل الحاجات دي بتكون بيزد اون الكلاود كومبيوتنج. طالما هي مبنيه على استخدام الانترنت يبقى هي كلاود كومبيوتنج، بتخزن حاجه على الانترنت يبقى هي كلاود كومبيوتنج. طب ايه فوائد او البينيفيتس اوف كلاود كومبيوتنج؟ البينيفيتس هنشوفها مع بعض. اول حاجه ايز اوف اكسس. ايز اوف اكسس ليه؟ علشان انت بتقدر السيرفيس دي كان بي اوبتيند وذاوت ذا نيد تو اون كمبيوتر اور موبايل فون وذ هاي سبيسيفيكيشن. خلي بالك انت مش محتاج ايز اوف اكسس، انت بتستخدمها بسهوله. ات ذا سيم تايم وي دونت نيد اني devices with high specification، مش محتاج أجهزة ليها مواصفات خاصة. هو بيقول لك مش محتاج. cloud computing services can be obtained، تعود تقرأ معايا من الكتاب، can be obtained without the need to own a computer or mobile phone with high specification. ما توقفش هنا، لو وقفت هنا غلط، لو جاب لي في true false لحد هنا غلط، لان انا مش هقدر اصلا استخدم الانترنت لو ما عنديش جهاز، ما انا لازم ابقى عندي كمبيوتر او موبايل. لكن الفكرة ان هو ايه، مش محتاج high specification سواء كان في الهاردوير او في السوفتوير. في الهاردوير انت مش بتشتري حاجه جديده، في السوفتوير انت مش بتدفع اي بارتيسيبيشن مثلا او اي حاجه. طيب نمبر 2 availability of the service، اتاحه الخدمه. availability of the service طول ما انت عندك انترنت اصلا، طول ما الخدمه موجوده. the user can access his data files and applications from anywhere where the internet service is available. طالما عندك نت وعندك جهاز تقدر تدخل على الفايلز بتاعتك. نمبر 3 reducing materials costs، دي علشان قلنا ان مفيش، انت مش بتحتاج تعمل purchase لsoftware license، مش بتشتري اي license بتاع software، مش بتشتري اي software جديد، مش بتدفع اي حاجة، وكمان مش محتاج ان انت purchase hardware component with high specification، مش محتاج انك تشتري component جديدة.
انت عايز تشغل كلاود كومبيوتنج، بتروح بتشتغل على طول على اي حاجة من الحاجات المجانية، او بتدفع مصاريف بتبقى بتكون مش غالية يعني، بسيطة، علشان تشتغل على الكلاود كومبيوتنج. نمبر 4، شيرينج ديجيتال ريسورسز وذ اذرز. تقدر انت تشارك مصادر تانية مع الاخرين، زي الحاجات الملفات اللي انت بتعملها، وبنقدر نعمل لها شيرينج مع بعض، زي ان انت اصلا بتعمل شيرينج للسيرفرز والحاجات دي كلها. انت مثلا بتبقى الستورج بتاعتك دي جزء من سيرفر، وباقي الناس برضو، في ناس كتير قوي بتشير نفس الريسورس معاك، بتشير نفس السيرفر ده معاك. طيب تعالوا ندخل في الجزء التاني، areas of using cloud computing applications in daily life. ايه هي المجالات اللي احنا ممكن نكون بنستخدم فيها الكلاود كومبيوتنج، واحنا كمان ممكن نكون بنستخدمه، او الحاجة اللي انت بتستخدمها ديت معتمدة على فكرة الكلاود كومبيوتنج وانت مش واخد بالك. احنا قلنا الكلاود كومبيوتنج ده طول ما الحاجة اللي انت بتستخدمها دي بتخزن حاجة اونلاين، اي حاجة، ملفات، جيمز، حاجات انت بتشتغلها اونلاين، اي حاجة بتبقى بتخزن مسجز حتى زي الواتساب، كل الحاجات دي بتبقى معتمدة على فكرة الكلاود كومبيوتنج، بتبقى بتستخدم الكلاود كومبيوتنج. لو ما كانش في فكرة الكلاود كومبيوتنج، وما كانش في سيرفرز بتقدر ان هي تعمل ستور للفايلز اونلاين، او تعمل ستور للمسجز اونلاين، تعمل ستورز للاوديوز للفيديوز، كل الحاجات دي ما كناش هنقدر نستخدم كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي. فانت النهارده في الدرس ده هتكتشف ان كل الحاجات اللي انت بتستخدمها تقريبا اونلاين هي بيزد اون فكرة الكلاود كومبيوتنج، مش بس ان انت بتستخدم مثلا حاجة زي الجوجل درايف او الوان درايف. تعالوا نشوف مع بعض الـ areas of using cloud computing. The first one الـ communication. Communication التواصل. ايه هي الـ applications اللي احنا بنستخدمها للتواصل؟ فهو بيقول ان كل الـ applications ديت اصلا برضو بتعتمد على فكرة الـ cloud computing. اول واحد فيهم هو الـ email. هو بيستخدم use cloud email such as الـ cloud email، زي اي ايميل بيبقى شغال اونلاين وانت كل المسجات اللي انت بتجيلك بتتخزن عليه هو بيعتبر cloud email، زي الجيميل، زي الاوتلوك، زي الياهو، daily to communicate with family, friends and colleagues. انت بتستخدم الحاجات دي اصلا ليه؟ يعني الايميل ده اصلا من وسائل التواصل اللي احنا كنا بناخدها قبل كده لما كنا في ابتدائي، بنقول ان ده من وسائل التواصل الرسمية. تاني حاجة الـ social networking. we communicate with others and share content on social media platforms. social media platforms عارفينها زي الفيسبوك، تويتر، انستجرام، كل الحاجات دي بتعتبر من برضو مبنية على فكرة الكلاود كومبيوتنج. انت بتقدر تبعت حاجات للناس، الفيسبوك بتسيف عليه اي حاجة، البوستس حتى اللي انت بتعملها، كل الحاجات دي بتتسيف على الكلاود كومبيوتنج. يعني انت لو فصل عندك النت، هينفع تفتح اي موقع من المواقع دي؟ لا، هينفع تشوف البوستس بتاعتك، هينفع تشوف الحاجات اللي انت بعتها مثلا لاصحابك؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هي اصلا متخزنة اونلاين، فلازم عندك انترنت عشان تشوفها اونلاين. نمبر 3 المسجنج سيرفيسز، زي الواتساب او التليجرام، ودي بنستخدمها تو كوميونيكيت اند شير فايلز اند فوتوز. هما كلهم تقدر انت تعمل بيهم كوميونيكيت وشير فايلز اند فوتوز. الحقيقه ان اي واحد فيهم تقدر ان انت تبعت بيه ملفات وصور، فكل الملفات والصور اللي انا بشيرها ديت بتكون فين؟ مش بتكون على جهازي عشان بتوصل لحد تاني، هي بتكون اونلاين، لكن انت بعد كده لو عايز تنزلها على جهازك بتنزلها، لكن هي اساسا بتكون محفوظه اونلاين حتى لو انت ما نزلتهاش على الجهاز بتاعك. دي كانت اول حاجه الكوميونيكيشن. تاني حاجه بتكون برضو بيزد اون الكلاود كومبيوتنج هي الكمبيوتر ستورج، ودي تعتبر يعني اللي احنا عارفينها من قبل كده، اللي هي الفايل ستورج سيرفيس. فايل ستورج سيرفيس خدمه ان انت تخزن ملفات اونلاين، زي ما قلنا، زي كده، زي الجوجل درايف والوان درايف، تقدر تعمل ستور، شير، اكسس فايلز اني تايم اند اني وير. تقدر تخزن ملفات تعمل لها شير، يعني انا ممكن يبقى في فايلز انا عايزه ابعتها لناس والملف ده كبير، فبيعمل له ايه؟ بيرفعه على الجوجل درايف ويروح يعمل له شير ويبعت لك لينك، فانت تاخد اللينك ده وتقدر انك تدخل على الملف. انا مش قادر مثلا ابعته على الواتس لانه كبير او اي حاجه، فاحنا بنعمل له شير زي كده. الداتا باك اب، ويوز كلاود باك اب سيرفيسز تو بروتكت اور داتا فروم لوس ان كيس اوف اني دامج هابنز او تو اور ديفايسز. تستخدم فكره الباك اب زي ما اخدنا قبل كده، انا بعمل باك اب للداتا، وعندي طريقتين انا اعمل باك اب، ممكن اعمل باك اب اونلاين بابلكيشنز معينه، او ان انا بعمل باك اب مثلا على الفلاش او الاكسترنال هارد درايف. هنا بيقول لي ان انت هتقدر تعمل باستخدام الكلاود كومبيوتنج، بتعمل باك اب، بتخزن نسخه من الملفات بتاعتك المهمه، عشان لو حصل اي دمج عندك في الجهاز ما يبقاش الملفات دي خلاص لوست، لا، يبقى في منها باك اب تاني. يبقى دي تاني حاجه عندي بيزد اون الكلاود كومبيوتنج هي الكمبيوتر ستورج. نمبر 3 بروديوسنج بروجكتس باي يوزنج. انت بتعمل بروجكتس، زي الحاجات اللي احنا بنستخدمها اللي كنت لسه بتكلم فيها، زي المايكروسوفت 365
وزي الجوجل دوكومنتس، الجوجل سلايدز، الجوجل سبريد شيتس، كل الحاجات دي انت بتعمل عليها بروجكتس وهي بتتسيف اونلاين حتى لو انت ما اديتهاش امر سيف. اي حاجه بتشتغلها بيروح هو مسيفها على طول، زي ما بقول لك كده الجوجل دوكومنتس، مايكروسوفت وورد اللي هي بتمثل مايكروسوفت وورد اونلاين او زيها. هو اصلا شركه جوجل ومايكروسوفت هم اكتر شركتين منافسين احنا عارفينهم، فدايما تلاقي اللي تعمله جوجل تعمله مايكروسوفت، واللي تعمله مايكروسوفت تعمله جوجل. فلو انت اشتغلت مثلا على جوجل دوكومنتس او جوجل سلايدز او جوجل سبريد شيتس، هي لو انت اشتغلت على اللي هم بتوع مايكروسوفت اوفيس 365 اللي هم عاملينهم افاليبل اونلاين، هي دي مع بعض الحاجات بتكون زياده اكتر في المايكروسوفت 365، بس نفس الفكره. ده عمل وورد اونلاين، راح ده عمل وورد اونلاين، ده عمل حاجه زي السلايدز اونلاين اللي هي زي البرزنتيشن، راح ده عمل سلايدز اونلاين، وهكذا. فلو انت اشتغلت على واحد فيهم هتلاقي نفسك سهل انك تشتغل على التاني. يبقى دي فكره ان انت بتعمل بروجكتس، هو بيسمي الفايلز اللي احنا بنعملها ديت بروجكتس. السبريد شيتس دي برضو نفس الفكره، السبريد شيتس اللي هي ايه؟ يبقى انت ممكن تشتغل على الوورد او ممكن تشتغل على السبريد شيتس، اللي هي السبريد شيتس اللي بتساوي الاكسل اللي عندك على الجهاز، او بيقول لك زي جوجل شيتس اند مايكروسوفت اكسل اونلاين. مايكروسوفت اكسل اونلاين دي اللي هي بتبقى تبع الباكج بتاعت مايكروسوفت 365، هي اللي بتبقى اونلاين. فهي الاكسل، قلت لك جوجل شيت او مايكروسوفت اكسل، هما نفس الاكسل، بس دي تبع جوجل ودي تبع مايكروسوفت. طبعا انا عارف انا بستخدم الاكسل ليه من زمان، تو اورجنايز اند انالايز داتا اند كرييت شارتس. احنا اخدنا في جريد 6 برضو ان الاكسل ده بستخدمه تو كرييت شارتس، تو كرييت فورمولاز، سواء دي او دي، هو نفس الاستخدام اللي انت بتستخدمه للاكسل الاوفلاين ده اللي على جهازك، هو نفس الاستخدام اللي انت هتستخدمه للاكسل او السبريد شيت سواء على جوجل او على مايكروسوفت. يبقى دي كانوا كده تالت حاجه في استخدام او الاريز اوف كلاود كومبيوتنج سيرفيس. نمبر 4 الاديوكيشن، زي الاي ليرنينج بلاتفورمز. دلوقتي بقى في اي ليرنينج بلاتفورمز كتيره. ايه الاي ليرنينج بلاتفورمز دي؟ اللي هي المنصات اللي الناس بتستخدمها للتعليم، زي الناس اللي بتكون مثلا بره مصر، فهو بيشتغل على بلاتفورمز بتبقى تبع مثلا اكاديميه معينه او كده، بيدخلوا ياخدوا عليها الزوم، يبقى عليها الكويزز، ويبقى عليها الهوم وركس، وكل الحاجات دي كلها. هو هنا بيديني مثال عليها زي المينستري اوف اديوكيشن بلاتفورم. يبقى وي يوز اي ليرنينج بلاتفورمز تو اكسس اديوكيشنال ماتيريال، تو اكسس اديوكيشنال ماتيريال اند انتر اكت وذ تيتشرز اند ستودنتس. المنصات التعليمية ديت مش بتكون بس فيديوهات بتفرج عليها، لأ، ده لازم يبقى فيه teachers students، يبقى فيه تفاعل، يبقى غرضها الأساسي أصلا هو e-learning. يعني مثلا لو قلت لك اليوتيوب، ما احنا اليوتيوب بندخل نتفرج على فيديوهات تعليمية زي ما انت قاعد دلوقتي بتتفرج على فيديو تعليمي أهو، لكن ينفع أقول عليها e-learning platforms؟ لأ. ليه؟ لأن هو مش غرضه تعليمي، هو عادي just for entertainment زي ما احنا هنشوف دلوقتي، هو أصلا تبع فئة الانترتينمنت لأن هو مش للتعليم. لكن في فيديوهات تعليميه، في قنوات تعليميه، لكن ده غرضه؟ لا، هو عادي في فيديوهات لكل حاجه، يبقى ما ينفعش اقول عليه اي ليرنينج بلاتفورم. الكولابريشن تولز زي ايه برضو بنستخدمها في الاديوكيشن؟ زي الجوجل كلاس روم وزي المايكروسوفت تيمز. المايكروسوفت تيمز دي حاجه شبه الجوجل ميت او الزوم، تبقى شبهها قوي. الجوجل كلاس روم دي بتستخدمها برضو الحاجات اللي بتدرس اونلاين، الاكاديميات بتدرس اونلاين او حد بيدرس اونلاين. ده مجال الاي ليرنينج، كل الكلام ده برضو مبني على الكلاود كومبيوتنج، لان برضو انت لو انت عندك تيتشرز وستودنتس وكويزز وبترفع واجبات وبترفع بي دي اف، كل الحاجات دي بتتخزن فين؟ ما بتتخزن اونلاين، يبقى هو معتمد على الكلاود كومبيوتنج. الكولابريشن تولز قلناها. نمبر 5 الانترتينمنت، قلناها وعلى راسها جالك اليوتيوب، اللي هي زي بنقول عليها الفيديو ستريمينج سيرفيسز. الفيديو ستريمينج سيرفيس انت بتقعد تتفرج على فيديوهات زي اليوتيوب، يبقى اليوتيوب ده تبع الانترتينمنت مش الاي ليرنينج. الفيديو جيمز، طبعا انت بتلعب فيديو جيمز اونلاين ومش متاح عندك على الموبايل، يعني انت مش بتنزلها على الموبايل، يبقى دي بالنسبه لك برده معتمده على الكلاود كومبيوتنج. والكلاود ميوزك سيرفيسز، ان انت بتسمع موسيقى اونلاين، تمام. طيب اخر حاجه بيقول لي في other areas كمان، زي الاونلاين شوبينج، زي الاونلاين بانكينج، زي الهيلث كير سيرفيسز. يعني تستنتج من الكلام ده كله ان كل الحاجات الموجوده اونلاين دي، وكل الويب سايتس ديت، وكل الحاجات دي مبنيه على فكره الكلاود كومبيوتنج، كلاود كومبيوتنج سيرفيس او كلاود كومبيوتنج ابلكيشنز. دي كل الارياز اللي احنا ممكن نستخدم فيها الكلاود كومبيوتنج. طيب اخر حاجه عندنا في الدرس داتا بروسيسنج اند ستورج ان كلاود كومبيوتنج. هل
الكلاود كومبيوتنج ده انت بترمي عليه اي ملف او اي فولدر، او هو بياخد اي ملف من اي حتة ويروح يرميه في اي حتة وخلاص، ولا الموضوع فيه تنظيم وفيه بروسيسنج الاول وفيه قصص كتيرة بتحصل؟ لا، هو فيه حاجات كتير بتحصل عشان توصل ان انت تقدر ان انت اصلا تفتح الفايل بتاعك وانت في اي مكان وانت في اي حتة وتوصل لمدى الراحة ديت. تعال نشوف ايه الحاجات اللي هو بيعملها. Data processing and storage in cloud computing depends on a huge infrastructure. The steps of data processing and storage in computing can be summarized as follows. قول ان الداتا بروسيسنج والستورج في الكلاود كومبيوتنج بيعتمد على عندي هيوج انفراستراكشر. هيوج انفراستراكشر يعني احنا قلنا قبل كده انفراستراكشر ديت يعني البنيه التحتيه. البنيه التحتيه يعني قبل ما اصلا نستخدم فكره الكلاود كومبيوتنج ديت احنا عملنا انفراستراكشر ضخمه جدا. الانفراستراكشر دي بتشمل سيرفرز كتيره جدا منتشرة في جميع أنحاء العالم. في أنت الحاجات دي أنت بتخزنها على سيرفرز، السيرفرز دي موجودة في جميع أنحاء العالم وبتبقى مرتبطة بالإنترنت وبتبقى مرتبطة مع بعض. فمتخيل الإنفراستراكشر ممكن تكون قد إيه؟ حاجة يعني ضخمة جدا. تمام؟ طيب تعال نشوف إيه الحاجات اللي هو بقى بيعملها عشان يوصل إن هو يعرض لك الملفات في الطريقة الظريفة اللي إحنا بنشوفها دي. أول حاجة هو بيعمل داتا كولكشن from different sources، لأن مش أحمد بس اللي بيرفع الفايل في اللحظة دي، مش محمد بس اللي بيرفع الفايل في اللحظة دي، وبعدين احنا عندنا سيرفر واحد بيشمل ناس كتير قوي، فهو لازم يعمل داتا كولكشن من كل السورسز ديت الأول، وبعد كده بيعمل داتا ترانسفير تو كلاود داتا سنترز، بينقل البيانات بتاعتك دي اللي انت عايز تخزنها لحاجة اسمها الكلاود داتا سنترز او مراكز البيانات السحابيه اللي هي السيرفرز اللي شغاله يعني تبع الكلاود كومبيوتنج بتاعته دي. بعد كده بيعمل بروسيسنج ان كلاود داتا سنترز اند ثرو باورفول سيرفرز. البروسيسنج ديت ممكن تكون مرحله انالايزنج للداتا، ممكن تكون مرحله اورجنايزنج للداتا، ممكن تكون لو انت شغال على حاجه زي الوورد اونلاين او السلايدز اونلاين او الشيتس اونلاين، كل الحاجات دي بتحتاج بروسيسنج. حتى الفيرمولاز مثلا او التشارتس اللي انت بتعملها بتبقى اصلا محتاجه بروسيسنج حتى قبل ما اوصل لموضوع ان انا لسه هجمع بيانات وهخزنها والكلام ده كله. فانت بتعدي بكولكشن من ديفرنت سورسز، بتعدي بترانسفير للداتا سنترز المراكز الاساسيه بتاعتهم، بتعدي بعد كده ببروسيسنج عشان يقدر يعمل اورجنايز لكل البيانات دي، وكمان لو اي حد بيعمل اي اوبريشنز بيقدر ان هو ينفذها له. وبعد كده الداتا ستورج، يبدأ بعد كده داتا از ستورد اون هاي كاباسيتي ستورج يونتس ان كلاود داتا سنترز. الداتا بتاعتك بقى بتبدأ انها تتخزن. شوف هي بتبدأ تتخزن فين؟ في رقم 4. طيب بتتخزن في هاي كاباسيتي ستورج يونتس، وحدات تخزينيه عاليه، مساحتها التخزينيه كبيره جدا في الداتا سنترز، في المراكز بتاعه الداتا سنترز ديت. نمبر 5 الداتا مانجمنت. Data is managed by database management system in cloud data centers. لأني أنا مش زي ما قلنا في آلاف اللي بيرفع بيانات بتاعته، ممكن يكون الآلاف دول على نفس السيرفر، فيبقى لازم عندي system database management system، لازم يكون عندي نظام إدارة للبيانات دي كلها عشان أقدر إن محمد لما يطلب الفايل بتاعه يلاقيه على طول، أحمد لما يدخل على جوجل درايف بتاعه يلاقي الملفات بتاعته على طول، مي لما تدخل على الإنترنت تلاقي الملفات بتاعتها على طول. يبقى انا لازم الاقي كل حاجه مترتبه بشكل مظبوط. يبقى عشان ارتب كل الداتا دي فانا اوريدي محتاج لداتابيز مانجمنت سيستم. وهناخد في ليسون 8 فكره عن الداتابيز مبسطه جدا، وان هي بتستخدم اصلا عشان اقدر اظبط البيانات وانظمها واقدر اعمل ريتريف للداتا بتاعتي، ان انا اقدر استرجع البيانات دي، مش مجرد بقعد ارمي بيانات 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 ولما اجي ادور على المعلومه اروح ما لقاهاش. لا، انا محتاج ان انا اخزن بيانات واعرف اعمل ريتريف للداتا دي تاني، اعرف ان انا استعرضها. مفيش حد بيرمي البيانات بتاعته او بيخزنها اونلاين عشان هو مش عايزها تاني. طيب نمبر 6 الداتا اكسس. داتا كان بي اكسسد باي يوزرز اند ابلكيشنز ثرو ذا انترنت. تقدر انت تعمل اكسس للداتا بتاعتك من خلال الانترنت. طبعا ده اصلا الهدف في الاخر، يعني انت كل اللي بيحصل ده مالكش دعوه بيه، انت كل اللي انت تعرفه ان انت بتعمل ستور وبعد كده بتعمل اكسس. اكسس دي الفكره اللي انا بقول عليها ان انت تقدر تعمل ريتريف للداتا، انت تقدر تدخل على البيانات بتاعتك وتقدر ان انت تشوفها، تقدر انت تعدلها، تحذفها، تضيف عليها، تعمل اللي انت عايزه. طبعا بقول اكسس باي يوزرز اللي هو احنا، لو انت عندك مثلا جوجل درايف صغير كده وبتسجل عليه البيانات بتاعتك، او الابلكيشنز زي الواتساب زي التليجرام زي الايميل زي كل الابلكيشنز اللي احنا اتكلمنا فيها، ان انت اصلا اوتوماتيك كل حاجه بتعملها بتتخزن اونلاين. فبالتالي اول ما انت مثلا بتشغل واتساب او التليجرام او الايميل
او اي حاجه من الحاجات دي، بيعمل ايه؟ ما هو لازم يعمل فيتش للداتا بتاعته اونلاين الاول، يعني تلاقي مثلا بيحمل كده لثواني عشان يقدر يدخل على الداتا اللي هي متخزنه، المسجز وكل الحاجات بتاعتك دي كل الخطوات اللي احنا بنمر بيها في الكلاود كومبيوتنج. واخر حاجه هنتكلم عن requirements to obtain الكلاود كومبيوتنج سيرفيسز، وبعد كده الموست فيموس كلاود كومبيوتنج سيرفيس بروفايدر. requirements ايه المتطلبات علشان انت تقدر تشتغل على الكلاود كومبيوتنج سيرفيس؟ اول حاجه لازم يكون عندك كمبيوتر او فون. خلي بالك عشان هناك قلت لك ايه، انت مش محتاج كمبيوتر او فون with high specification. we don't need computer or mobile phone with high specifications، بخصائص عاليه، لكن انت still محتاج، لازم يكون عندك جهاز كمبيوتر او موبايل انت تدخل بيه على الانترنت. نمبر 2 انت براوزر او ابلكيشن، لو عندي كمبيوتر معلوش براوزر مش هعرف ادخل الانترنت. نمبر 3 ان انترنت كونكشن، انا لو عندي الفون وعندي البراوزر لكن مفيش نت مش هقدر برضو ادخل على الكلاود كومبيوتنج. اخر حاجه كريت ان اكونت ويز وان اوف ذا كومبيوتنج سيرفيس بروفايدرز، لازم يبقى عندك اكونت على شركه من الشركات اللي بتقدم لي الكلاود كومبيوتنج سيرفيس، اللي هم زي ما قلنا الاشهر بالنسبه لنا هي الجوجل وهي المايكروسوفت. اخر حاجه ذا موست فيموس كلاود كومبيوتنج سيرفيس بروفايدرز، اللي هي الشركات اللي بتقدم لي الخدمه دي ايه، زي ما اخدنا الانترنت سيرفيس بروفايدر قبل كده في جريد 5 وقلنا دي الشركه اللي بتقدم خدمه الانترنت. الكلاود كومبيوتنج سيرفيس بروفايدرز هي الشركات اللي بتقدم لي خدمه الكلاود كومبيوتنج. طبعا عارفين ان هي على راسها جوجل كلاود بلاتفورم، وعندنا امازون ويب سيرفيسز، وعندنا مايكروسوفت ازور. ديت كل الكلاود كومبيوتنج سيرفيس بروفايدرز. وكده الدرس بتاعنا خلص، الدرس سهل وبسيط، تقدر تحل الهوم ورك بتاعك. لو عندك اي سؤال او اي استفسار ابعت لي في الكومنتات على الفيديو، ما تنسوش لايك علشان نرفع ريتش القناة شوية، كومنت لو عايزين تقولوا لي اي حاجة، وشير علشان يوصل لأكبر قدر ممكن. شكرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الشرح ياريت تعملوا شير للقناة والفيديوهات عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا.